السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ جانا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة جديدة. بهذا الفيديو رح نلعب لعبة Destroyed All Human All Human، يعني تدمير كل البشر. لعبة جديدة نزلت على ايبك ستور قبل العيد بكم يوم، جربتها عجبتني صراحة، فحبيت انزل هذا الفيديو وشارككم فيها وشارككم تجربتي لهي اللعبة. صراحة اللعبة كفكرة اتس اوكي، يعني مو كتير كويس، يعني مو كتير يعني، بس هي حلوة يعني ممتعة، فحبيت انزلكم عن هذا الفيديو وان شاء الله ينال اعجابكم. هلا خلينا نبلش بالفيديو، ليست كو. طبعا بداية رح نعمل اكمال للمهمة الماضية او اللي كنت انا عم بلعبه. الموسيقى خرافية بجد من اكمال. طبعا انا مشيت جزء، ما رح ارجع الجزء لورا، فرح اكمل من محل ما انا وصلت. فاول شيء عملت هاي المهمة وعملت هاي المهمة وهلا هون راح اعملها. طبعا هون في عندك شوية تخفي، شوية يعني مثل شو هي لعبة القناص هيك، نفس الشيء نفس المبدأ، بس مو بهديك التكنيك اللي اوفر، عرفت شلون؟ يعني شوي لعبة بسيطة خفيفة. طب ما راح اسمع الحكي كله، راح اختصره. هلا هون مثل ما انكم شايفين انا راح اشرح لكم اياها بشكل مختصر، لانه هون عم بيقول لي هلا المهمة هون لازم انت تصير شكل بشري، وبس تصير شكل بشري ما يصير انت تلفت النظر ابدا ابدا ابدا. هاي اول اشي. طبعا في عندي هون زرار تحكم شايفينها تحت، هاي اول اشي. وطبعا هدول اللي انا عم باخذهم بيعطوني نقاط مشان يرفعوا شو اسمه عندي، فلازم الم هدول الشغلات مشان يعطيني نقاط مشان ارفع الليفل الميزات اللي عندي. وانا بس استقرت بالمي، شوفوا اوه دمشت كثير يعني هلا. تمام، طبعا هون في عندي هلا الار اني امسح دماغ احد اشوف شو عم بفكر، الاي اسلب دماغه، تمام، الاف اتقنص شخصيته، هلا الاف انه اسوي درع هيك لي، والسي ايش كان ممكن يفك الدرع، وهون هون هي مشان امسك الشغله هيك وتشلفه، عرفت شلون؟ او اضرب بالمسدس عادي. وطبعا بدل انا اركب المركب، بس حاليا غير متوفر لانه المهمه هي هون لازم نعملها. طبعا انا مثل ما قال لي انه لازم انت تروح من دون ما تلفت انتباه اي شخص. شوف هاي بني ادم هون موجود، ممكن اني انا اخذ لبسه. تمام، هي صرت على شكلته هلا. انا هلا انا هون مشيت على شكلته، هلا هون بلش يعطيني، طبعا هون بلش ينقص الهيلث او اخر اجراء مسحه من البشر. البسح يكون هيك. يلا هم بسرعه لا يجب لا بد من ان يجد يحب هذه الحفله. هذول كل واحد عم بفكر. حلو، وين هلا هاي الحفلة؟ ايش عم تسوي هاد؟ You know what would really make this perfect? A new riding mower. Man, so this is what Elliot meant by a life of quiet desperation. اعطاني مكان الناس. بس ليش بطل؟ هذا الشرطي، طبعا الشرطة أكثر شيء لازم نخاف منهم. في المهمة اللي قبلها دمرت المركز كامل. شوفوا، اوه بعد ناخذ افكار الناس. طب طول ما انا عم باخذ من افكارهم بقدر ارفع الباور تبع اللبس. شنو؟ هلا الحفلة هي هون. لازم نلاقي طريقة ندخل فيها لجوا من دون ما نلفت انتباه اي بني ادم. البارتي ذا سير. والله مثل ما انا شايفين جوا اتوقع انه ما راح يخليني ادخل. ايوه شلون لازم ندخل هلق. حلو هي مك. في هذيك البنت لحالها بركي قادر اخذ مخها. خليني اخذ لبسه لاب. لا انكشفت. شت انكشفنا. طب ما رح ارجع لكل اشي، رح نرجع للجزء اللي وصلنا له. لا بلشنا مثل نلفت انتباههم لاشياء ثاني، وانا لازم اغير لبسي بسرعه.
حلو هذا هو. That nair is one tough cookie. I better talk to Silhouette. We may have to go over his head. Things are moving too fast. For all I know, these little green deviants could already be walking among us. انكشفت. Blast crystal. Shit. The humans are aware of your presence. زين هلا نسوي بحث عن اللي موجودين بقلب اللي جوا. What a great guy. He must really love. هاي من ضمن الأشخاص. ليش ما أعطني؟ There seems to be a human social ritual in progress. Perhaps you can discover what's going on by scanning them. حلو هذاك لازم معناته نسوي له تأثير عليه. Oh, that shrew! I'm going home to get drunk. Just because a couple of slack-jawed yokels have been drinking too much rum. I'm supposed to hand over my civic authority. I paid good money for this office. This is my town. Those feds better steer clear. حلو. حلو. أقضي على الذاهبين للحفلة. أغرق الذاهبين للحفلة. ايوه شلون بدي اخذ عليهم؟ بسيطة ناخذ عقرب حرف ال بس ما تقلي فشلت. طالع ولاك ايوه لا من ضغطين ما اي ما سوق مخك الله انت روح يلا حلو مين ضل عندي؟ ضل عندي التدريسات. يس جي جي خلصنا. بسوء الحظ يبدو انك ايقظت الشرطة المحلية ابقي يقظا. حلو رح يعطيني سلاح جديد مشان اتعامل مع الشرطة تمام. نايس هذا كلام جدا مهم. لا انا وين اروح اقضي على رجال دمر سيارات الشرطة تمام الله انت بتش في عندي تشانل ليش هيك صار بطيء؟ أحسنت صنعا يا كريبتو يا I can تمام رجعنا سفينة الأم أخذنا الجوائز وهون عم بينشروا بالجريدة إيش صار مشاكل في الجزيرة أو المدينة اللي إحنا رحنا لها طبعا هون ممكن تتعمل مثل ابديت للاسلحه عندك مثلا الموج مثلا ناخذ هذا السلاح لما صار بامكاني ارفع له الشيء الموجود فيه مثلا ضل عندي 1200 مثلا هلا هون في اسلحه مستقبليا حتفتح معي في عندي شغلات كثير حتفتح معي مستقبلا فما راح نفتح هون شوف الارشيف ممكن بعلمك ايش انت اخذت مثلا هون مثل عم بقول لك الله تعلمنا هي الشغله الجديده بس طبعا كل ما تعلم شغله جديده كل ما يعطيك بيعطيك رصيد اكثر ما راح اكمل راح اوقف لهون ان شاء الله الفيديو الجاي اذا عجبكم اعملوا لنا لايكات خلينا نوصل هذا الفيديو ل 50 لايك اذا وصل ل 50 لايك ان شاء الله راح ننزل لكم فيديو ثاني عن هاي اللعبه بس تكون هون وصلنا لنهايه الفيديو تنسوا اللايك والاشتراك سنك اليوم فيديو جديد حلقه جديده ساست السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده
وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.